انا مثلا عايز اتكلم مثلا ميدو ده لعيب كبير، تمام، حسام ميدو وراجل وقابلته في انجلترا وراجل مضياف وحاجه، وانا بحب ميدو يعني. لكن بيتكلم هو دلوقتي بقى انا زعلان على ميدو انه مش موجود في التدريب. ده في ناس يا راجل ما كانتش بتدرب وموجوده بتدرب دلوقتي. فينا كميدو؟ بقول لك انا واخد اعلى الشهادات. حلو ميدو تجربته في التدريب، انت عايزه يكمل في الجزئيه دي؟ لا انا مش عارف ميدو هو عايزه بقى اعلامي. لو عايزه بقى اعلامي يتحرى الدقه. يعني ميدو اتكلم ان احنا ان انا ما وقفتش او جمعيه اللاعبين المحترفين ما وقفتش جنب مؤمن. هو مؤمن مش محتاج حد يقف جنبه، ولا مؤمن ما حدش عارف هو عنده ايه، ما حدش عارف احتياجات مؤمن. ومؤمن على الاقل الوقوف جنب مؤمن معنويا، واحنا وقفنا معنويا كويس قوي، والنادي الاهلي واقف ووزاره الشباب كله معنويا واقف معاه. مؤمن المساله مش ماديه عنده، المساله هي معنى. واحنا مش عارفين هو يوم ما هيحتاج مؤمن، يوم ما هيحتاج مؤمن اي حاجه انا اول واحد في ظهره. اتكلمت مؤمن يا كابتن؟ احنا مش عارفين نوصل له. تمام. انما احنا عندنا على السوشيال ميديا وعندنا على المواقع وعندنا دايما انما يعني يوم ما هيبقى مؤمن هنوصل له وهنروح نجيبه. يوم ما نحس ان هو فعلا محتاج مؤمن، محتاج هو كتب تويتر محتاج دعاء الناس. واضح ان الموضوع ما فيهوش طب قوي، ما فيهوش انما مجرد ما هيحتاج مؤمن وميدو بقى ايه يعني. انا بنصحه لان هو انا اعلامي قبله وانا اكبر منه في السن، فبقول له لا لابد من تحري الدقه قبل ما تتكلم على المعلومه. تحري الدقه يعني قبل كده برضو اتكلم على موضوع وهو مش عارفه. فالنهارده انت هو بينتظر من جمعيه اللاعبين المحترفين انها تساعده. ما احنا بنساعد، احنا لينا دور. يعني هو ده ممكن المقصود من ميدو. احنا بنعمل يعني عمليات، مش انا عارف انت بتعمل حاجات كتير في الجزئيه بفضل الله. يعني مثلا كابتن احمد سراج اللي من اسبوع حصل له جلطه، انت كلمته وقال لي ان كابتن مجدي كلمني قال لي تعالى. من غير انا النهارده لعيبه كره نسائيه مش اصلا في نادي مش عضو عندي. تمام. لكن احنا بنشتغلها لان احنا عارفين يعني ايه. انا راجل، انا احترفت قبل ميدو يعني بسنين طويله. انا لو كنت احترفت في سن ميدو والله ما كان يملى عيني اي لعيب في مصر. انما انا رايح محترف 28 سنه بعد وانا ببطل. انت عارف النادي الاهلي كابتن انور سلامه قال لهم سيبوه ليه؟ ده بيبطل. كان فاكر ان انا هروح هفشل يعني. لا ده انت كنت نجم يا كابتن. يعني عايزه بس يهدى ويتحرى الدقه. تمام. ويبقى وبعدين انا بقول له ميدو قول لي انت عايز هتبقى اعلامي، نقول لك بالظبط عشان تبقى اعلامي ايه بالظبط قواعد. لا بس البرنامج ناجح الصراحه يا عم. الله يبارك له. ما شاء الله. انا يعني ما اتفرجش غير على البريمو. انت واخد بالك؟ انا لازم اتفرج على كله عشان اشوف الناس. ماشي. انما انا عايز اقول ايه، نفسي بقى مش ممكن كل الناس بتدرب وانت يا ميدو معاك الشهادات العاليه دي. تمام. انت واخد بالك؟ واخد الايه من اوروبا، واخد الجي، واخد السي، وصلت يا كابتن، واخد الكي. نروح بقى ناخد الكومنتس الخاصه، واخد الحي، عشان كنت عايز اسالك على حسني ورايك في الجزئيه دي، بس هسالك بعد ما نخلص الكومنت الخاص. ميدو على فكره حبيبي، انا بحبه. مين؟ ميدو. ميدو طبعا شخصيه جميله. شخصيه جميله.